من هو جون مارك بوزمان؟ اللاعب الذي غير الميركاتو والكرة في أوروبا. جوان 1990، جون مارك بوزمان لاعب فريق ليج يقرر المغادرة لفريق دانكيرك بعد انتهاء عقده، لكن فريق ليج يطلب مبلغ مالي من فريق دانكيرك، الأمر الذي يرفضه فريق دانكيرك. هوني جون مارك بوزمان قرر باش يشكي بفريقه وبيشكي بليوفا للمحكمة العدل الأوروبية، ويصبح لاعب هاوي ويتم معاقبته من فريق ليج. ينتظر 5 سنوات ينجي ديسمبر 1995، محكمة العدل الأوروبية تهبط 2 قرارات تغير الكرة في أوروبا وفي العالم. القرار الأول، أي لاعب يصبح بإمكانه الانتقال لأي فريق آخر بعد انتهاء عقده. والقرار الثاني، أي لاعب ينتمي الاتحاد الأوروبي باستطاعته أن يصبح لاعب محلي في أي فريق أوروبي آخر ينتمي الاتحاد الأوروبي. توك نشوفوا البارسا، الريال، الانتر أو سيتي ب10 لاعبين أجانب في التشكيلة الأساسية، لازمنا نشكروا اسم واحد، جون مارك بوزمان، اللاعب الذي ضحى بحريته ومستقبله من أجل تطوير الكرة في أوروبا.